وحصل فيها ما لم يكن من قبل، وساروا على ما كانوا ينتقدونه على جمعية أهل الحديث في بريطانيا، جمعية إحياء التراث على أهل الحديث في بريطانيا الذين هم عن إحياء التراث، ونفس الطريق التي أولئك عليها هؤلاء الآن عليها، أعني من حيث جمع المال ومن حيث عدم الهدوء والسكينة. وكان الأجدر بهم معرفة قدر أنفسهم من أنهم يحتاجون إلى التتلمذ، ويحتاجون إلى كذلك أيضا أن يبيعوا لهم كتب يشترون، وآيات ما فيهم أهم مكتبة يترجمون، يستوردون الكتب مترجمة أو تترجم هناك بعض الكتب ويبيعون يشترون. فانقلبت تلك المكتبة دنيا بعد أن كانت في بداية أمرها ظاهرها الدعوة وظاهرها الحب للخير، والخفايا يعلمها الله. أما الآن فانقلبت الدنيا داعية إلى الأموال، إضافة إلى البيع والشراء دعوة إلى الأموال، واستيراد بعض الذين يرونهم يشفعون لهم عند الأثرياء وأمثال، يعني دعاء أولئك وأمثال هذا. وهذا كافي لمن يريد لنفسه السلامة من الضياع أن يتجنب مواطن الضياع هنا وهناك وفي سائر البلدان. فالحق أحق أن يتبع. وفي الحين الذي سمعتم فيه ما تقدم وهو بعض ما علم، صدرت فتوى عبيد عن طريق أحد السائلين له من الكويت، وهو من يقال له فلاح إسماعيل كما في الشريط، وأنه يقول عن برمنغهام هذا يحث الغربيين إلى الهجرة إليها، ولا يكتفي بأن يقال لهم يعني يذهبون هاجرون إليها من بلاد كفار إلى بلاد كفار، قال فإنها والله دار هجرة. أعوذ بالله يا إخوان، والله لقد اقشعر جلدي من حين سمعت ذلك القسم، وهو يقول والله دار هجرة. يا أخي بلاد كفار، الكنائس من كل جانب، ومعروفة عند الناس بلا شرح، ثم يحث الناس إلى الهجرة إلى في هذا الحال. ذلك لتعلموا ما جاء في ذلك الحديث، الأرواح جنود مجندة، ما تعالف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأصحاب هذا الفكر أو هذا المضادة أو بصورة السلفية للسلفية بينهم ترابط، فإذا شم أحد من الآخر أنه على طريقته حاول يكر عليه بالتزاكي ولو كانت فيها مبالغات. لا يجوز لهم الله أن يرضوا بهذا الفتوى، فضلا أن يضحكوا إذ سمعوها هم أو غيرهم، فإنها فتوى باطلة. ويسر الله بالتعليق عليها مختصرا لبيان إنكار هذا المنكر وعدم التغرير بالمسلمين. ولكن أذكر هذا نموذجا، أننا ما سمعنا من قبل هذه الفتوى في حين كانت أحسن حالا من الآن، بدون جمعية بدون كذا بدون كذا، فلما حصل فيها ما حصل صدرت هذه الفتوى أنها دار هجرة.